نجاح تلو آخر تحقق الدبلوماسية البرلمانية بقيادة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في إعادة قضية فلسطين، قضية العرب المركزية، إلى واجهة القضايا العربية والإقليمية، وهو ما لاقى ترحيبا وتفاعلا إيجابيا من المنصات الإعلامية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد تجديد الغانم خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في الأردن، تأكيده دعم القضية المحورية والرفض القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيونية. أنا مؤمن بأن العدو وتحت شعارات تسويق الواقعية وقراءة موازين القوى وغيرها من التنظير البارد يريد مني أن أتنازل عن قناعاتي ومبادئي وأن أكون أسيرا للشعارات والعناوين الملتبسة حمالة الأوجه، وهذا لن يحدث. ونعم، القدس عاصمتنا، كانت عاصمتنا وما زالت عاصمتنا وستظل عاصمتنا. منصات إعلامية ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدبلوماسية البرلمانية الكويتية في توحيد الصف العربي، مثمنين حرص رئيس مجلس الأمة على المحافظة على استمرار دعم القضية ورفع درجة أولوياتها بين القضايا العربية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة. منصات التواصل الاجتماعي احتفت بكلمة الشعبة البرلمانية وقدرة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وجهوده في حشد الدعم لهذه القضية المحورية وإبرازها والدفاع عنها وعن حقها في كل المحافل الدولية، مقدرين جهود دولة الكويت قيادة وشعبا لدعمها المتواصل للقضية الفلسطينية.